إذن ست من أكبر 10 شركات شحن للحاويات وهي ميرسك وأم أس سي لويد وسي أم أي سي جي أم وزد آي أم وشركة ون. هذه الشركة تجنبت البحر الأحمر ووجهت سفنها إلى رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا. طبعا هذا التحول في المسار يؤدي إلى تأخر الشحنات لأسابيع. هذه الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن ستنعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع المستهلكة بشكل يومي. التأثير مرجح للزيادة إذ تصاعدت الحرب بين إسرائيل وحماس وتوسعت إلى صراع إقليمي أوسع، أو إذا وسع الحوثيون هجماتهم على ناقلة النفط. طبعا بطبيعة حال هذه إمدادات الطاقة يمكن أن تتعطل بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وبالطبيعة الحال أيضا ما يشكل خطرا متناميا على الاقتصاد العالمي.